بي راح مع هالعسكر حمل سلاح. طبيعتي الخلابة ممتداً في محافظتين رئيسيتين هما اللاذقية وطرطوس، تتناثر فيهما قرى الأصياف بغاباتها وهوائها المنعش، والجبال المغطاة بالخضرة والينابيع وجداول المياه الصافية والأنهار والبحيرات. تقع اللاذقية شمال غرب سوريا وتطل على البحر الأبيض المتوسط، وفيها ميناء كبير ومعظم أراضيها تغطيها الغابات والبساتين، ولها حدود مع تركيا ومع محافظة إدلب ومحافظة طرطوس. في محافظة اللاذقية الكثير من الآثار والمواقع الأثرية والمدن التاريخية والقلاع على امتداد جبال اللاذقية، وبها عدد من الأنهار القصيرة والبحيرات والكثير من ينابيع المياه الطبيعية والشلالات. طبيعة خلابة في الجبال وبين الغابات، وطبيعة ساحرة على شواطئ البحر المتوسط. تنتشر المنشآت السياحية والفنادق والمنتزهات في كافة المصايف الشهيرة الجبلية والساحلية وفي المدن الرئيسية. هلا بالنسبة للناس اللي عم تروح تعمل سياحة برا البلد، هلا هون في كل المستويات، في المستوى للدخل الأدنى في المستوى المرتفع، بس بالنسبة حتى للدخل المرتفع هون أرخص من برا بكتير. هلا بشكل عام السياحة الشاطئية هون باللاذقية خصوصا الساحل السوري هو بيعتبر منفذ قصير نوعا ما بالنسبة للمساحة الجغرافية لسوريا، فعندك انت مثل اللاذقية وطرطوس كمدن بيكون عليها تركيز أكثر بالنسبة للسياحة الداخلية كانت أو حتى الخارجية. موضوع السياحة هون كان جيد بالنسبة للشواطئ أنه نظيفة، نسبة الأمان فيها عالية، والأسعار تعتبر رخيصة مقارنة بدول الجوار، فهذا الشيء كان يشجع كثير على السياحة سواء كانت داخلية أو حتى تكون خارجية. طبعا هذا الشيء ندعم بوجود قطاعات كبيرة سياحية صارت بالفترة الأخيرة. هلا منطقة أفاميا إذا نحكي عليها تسميت على اسم المشروع نحن قاعدين فيه، مسبح أفاميا، تأسس سنة 1963 وكان له مثل ما نقول حجر أساس للسياحة بالمنطقة اللي عم نحكي عليها نحن، المنطقة تقريبا تعتبر الشمالية أنت ونحن واصلين لمنطقة الشاطئ الأزرق. هلا بشكل عام هون بلش، أنا عم بحكي على مسبح أفاميا، بلش بمشروع مخيم، كان مخيم مخيمات، كان اسمه مخيم أفاميا، أفاميا بيتش موكام كان اسمه، بسنة 63 تأسس هالشيء هذا، وعلى مر كذا سنة لقدام تغير المشروع من مخيم، دخل معه مسبح، بعدين صار فندق. نحن هلا حاليا بشكل عام كاعتمادنا على الزباين الموجودين نقول 80% منهم من أهل اللاذقية تعودوا خلال فترة الأربعين سنة أو الخمسين سنة اللي كانت ماضية يجوا لهون. يعني إذا بتنتبه هلا هون الموجودين هدول بيعرفوا بعض من كم سنة من كتير،
فبشكل عام بتحس بجو عائلي. ونحن أساس هون المسبح أساسه عائلي. هلا طبعا نحن بهالمنطقة هيدي طلع في كذا مشروع جديد بعدين يعني كانوا موجودين. في عندك مشاريع قريبة من هون، في عندنا مشاريع بعيدة تقريبا 6-7 كيلومتر. بس هون المنطقة أكثر شيء بتمتاز إنه متى موجود عندك خليج، هذا بيساعد على وجود إنه الأطفال بشكل عام. يعني شفت أنت مثلا طفل ما في غمق، ما في تيارات، ما في لا سمح الله نوع من أنواع الأسماك المؤذية أو شيء، خليج رملي يعني بشكل عام. هلا ما عندك موضوع التصنيع السياحي، في يعني أنت أحيانا بيكون في حاجة إنه يكون في خبرة أكثر لإله ودعم أكثر. هلا الدعم اللي عم يتقدم يعني أوكي، يعني نطمح يكون إسا أحسن من هيك بالنسبة لموضوع السياحة وتشجيع السياحة بالبلد، يعني بتعتمد على كذا شغلة منها. بس الحمد لله بشكل عام إحنا بنقول يعني إنه شيء جيد، يعني شيء مشجع. من ناحية جمالية موجودة، من ناحية الخدمية عندك من 5 نجوم للشعبي. كسب. تقع بلدة كسب في جبل الأقرع كاسيوس، والذي يرتفع 1725 كيلومتراً عن سطح البحر. كسب فيها تلال خضراء فردوسية وسطوح حمراء قرميدية تحيط جانبي الطريق الذي يعج بالمنشآت السياحية، وقمم مغطاة بالغابات الصنوبرية وينابيع مياه طبيعية نقية تنبع من قلب الصخور كنبع تشالما. في كسب تحتوي الغابات على جميع مكونات التنوع الحيوي، وهي تجمع بين المتعة والراحة والاستجمام. وفيها أماكن للسياحة الدينية، حيث موقع السيدة العذراء بقرية أسكوران، الذي يقام فيه مهرجان العذراء السنوي في 15 من آب وعيد العنب. ولكسب بحرها الخاص في قرية السمراء التي تبعد عنها 7 كيلومترات. تبلغ مساحة البلدة 3000 هكتار، وتحيط بها غابات كثيفة من أشجار الصنوبر البري والحلبي، ويعتمد سكانها على الزراعة فوق المدرجات لإنتاج التفاح والعنب، كما تشتهر بصناعة صابون الغار. السمرة هي أحد القرى السورية التابعة لناحية كسب في محافظة اللاذقية. تقع السمرة على أرض متحركة في تسعينيات قرن العشرين، وغالبية سكان السمرة يتكلمون اللغة الأرمنية، الأرمن والعربية، ويتكلمون أيضا لهجة محلية تدعى الكسبلية نسبة إلى مدينة كسب، وهي موقع اصطياف للكثير من العرب والسوريين. وتتمتع السمرة بجو لطيف وطبيعة خلابة. قرية السمرة لوحة ربانية رائعة الجمال، ومزيج مميز بين البحر والجبل. رأس البسيط، المنطقة التي ينتهي عندها المتوسط. قرية سورية تجمع ما بين البحر والغابات والجبال في المنطقة التي ينتهي عندها تقريبا شاطئ البحر المتوسط من جهة الشمال في محافظة اللاذقية. وقبل بضعة كيلومترات لا تتجاوز 5، حيث تتوضع قرية البدروسية السورية هنا، وحيث يطل من الشمال الغربي جبل خلدته البشرية والجغرافيا وأطلقت عليه الجبل الأقرع، لأنه وبخلاف كل جبال الساحل السوري يخلو من الأشجار في حالة جيولوجية طبيعية نادرة. الوصول لرأس البسيط وكيفية الإقامة فيه. رأس البسيط يشكل منطقة سياحية رائعة ومهمة، ومحطة لابد منها لمن يريد أن يزور منطقة الساحل السوري وشاطئ المتوسط
الذي يمتد من منطقة طرطوس جنوبا وحتى البدروسية شمالا بطول حوالي 180 كيلومترا، يقع في أقصى شمال شاطئ المتوسط، حيث يمكن الوصول إليه من خلال الطريق الشاطئي الرائع الذي ينطلق من مدينة اللاذقية ويعبر الكثير من القرى والمحميات البحرية والمنتجعات والشاليهات والسدود المائية. في هذا الطريق الذي يعبره السائح في سيارته وحافلته التي تقله للبسيط، لن يشعر بشيء اسمه الملل أو حتى النعاس. فعلى الرغم من قصر المسافة بين اللاذقية والبسيط والتي لا تستغرق أكثر من ساعة في السيارة، فإن عين السائح لن تتمكن من الأغماض ولو لثوان معدودة، باستثناء إذا أراد أن يختزن في خياله وحلمه مناظر الطبيعة الآخذة والفريدة وهو يعبر بحيرات وجبال وغابات. وحتى إذا سهى قليلاً فسيوقظه من سهيانه المناظر الخلابة في غابات الفرلق وجبال الباير ووادي قنديل وحقول الليمون والبرتقال في قرى زغرين وغيرها على امتداد الطريق الذي إذا ما نظر إلى يمينه وهو متجه للبسيط فسيشاهد الطبيعة الجبلية بأبهى وأجمل صورها. نحن منتجع أفاميا هو آخر عنقود بسلسلة الفنادق العالمية لتاريخ، لأنه بعد فترة وبلشوا مشاريع، إذا بتشوفوا عنا مشروع لعدة فنادق عالمية منتميز نحن أجدد منتجع، فاستفدنا من الأخطاء المنتجعات الثانية اللي عملتها وحاولنا نحسن قد ما بنقدر بالمنتجع اللي موجود عنا. طبعا تلافينا كثير مشاكل كانت موجودة، بس ما بيمنع أنه البلد بتحتاج لمنتجعات كثير ومنتجعات من كل الفئات، منتجعات 5 نجوم، منتجعات 4 نجوم، 3 نجوم ونجمتين. وبعتقد مثل ما فهمت وزارة السياحة عم تشتغل بهذا الموضوع لإنشاء منتجعات لذوي الدخل المحدود. نحن الحقيقة نحن منتجع بعتقد من أهم المنتجعات الموجودة على البحر المتوسط. الشواطئ باللاذقية بتتميز جمالية، قربة من الجبل، قربة من الطبيعة، في عنا خضار ورمل بنفس الوقت، في محلات برا بمدن بتمشي مئات الكيلومترات ما بتشوف شجرة، نحن في متداخل البحر بالجبل بمناطق، بنتميز بقربة من كل شيء، ما بدك تسافر لتوصل عليها، فكتير قريبة. منتجعنا 2 كيلومتر بتصير بمركز المدينة، ما بتسافر بدك أي شيء، والدليل إنه كتير عنا ناس بيرتادونا من مركز المدينة. في عنا أماكن باللاذقية، يعني أنا بحس إنه اللاذقية ساتة مثل مدينة ما أنا مكتشفة سياحيا، يعني نحن عنا مناطق خيالية بالجمال. أنا داير كتير دول بالعالم، يمكن نحن عنا جهل، أنا بعترف أنه كتير عنا جهل بالمناطق السياحية ببلدنا. يعني أنا كنت شايف مناطق سياحية بالعالم، كنت فكر أنه هي قمة اللي بدي أشوفه، اكتشفت أنه لا، في بلدي أحلى منها، بجوز نحن ما بنعرفها، بس عندك راس البسيط، عندك مناطق كتير بسوريا بدها شغل، يمكن لازم نحن نكتشفها. وهلأ بعتقد في الشبيبة عم يشتغلوا كتير بهالموضوع، عم يطلعوا مسير وعم ينزلوا على الفيسبوك، عم ينزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي صور رائعة عن سوريا، عم يخلونا نحن نزعل انه هاي المناطق نحن ما بنعرفها. لا، انا بزعل من الناس اللي عم يطلعوا على الدول المجاورة، لانه اول شغلة نحن بحاجة لدعم الاقتصاد تبع بلدنا، والسياحة هي حاليا بعتقد هي من الموارد المهمة لرفد الاقتصاد بلدنا. فأنا بدل ما أطلع شجع
قبرص او لبنان او الاردن بيجي بيجي لعندي بشجع بلدي. في عنا اماكن رائعه بسوريا جبليه، هيدي مفروض تكون ما بعرف اذا زبطت اسا ولا محميات طبيعيه. يعني في مناطق اسا بكر عنا بسوريا، يعني انا من كام يوم اكتشفت انه بجبل الشوح في عنا ارز اكثر ما في بلبنان ارز، ولبنان عاملين الأرز شعارهم. فأنا متخيل يعني مع خبرتي بالسياحة، ما هي معلومة ما كنت بعرفها، جبل الشوح بسلون في أرز أكثر من لبنان كله. نحن بدنا بس شوية إنارة على المناطق اللي عندنا مناطق رائعة. يعني في عندنا مناطق بمحافظة اللاذقية تحديدا بتضاهي أوروبا. بتمنى كمان من أصحاب رؤوس الأموال يحطوا شوي أموالهم يشجعوا شوي المطاعم بالمناطق السياحية أو المنتجعات الصغيرة، أو يستثمروا شوي من أموالهم بهيدون الأماكن الرائعة. طبعا السياحه باللاذقيه مثل ما بتعرفوا فيها مناطق جبليه، فيها الشاطئ، فيها القهاوي على البحر، يعني فيها كذا مكان بالنسبه للاذقيه، فيها مناطق اثريه. هي اللاذقيه بتميزها بهالشغلات السياحيه يعني طبعا، ومنها طبعا اكثر شيء البحر والشاطئ. يعني بتجي من كافه المحافظات تجي مشان البحر، اغلب شيء مشان البحر مشان السباحه. هالسنه كانت كثير مميزه، في إقبال شديد على السباحة وعلى الشواطئ. عندنا الشط هلا هون طبعا في خدمات ما بتتوفر باقي المحلات. هلا عندنا مسبح مالح مثلا، عندنا مسبح المياه الحلوة، عندنا شط طبعا شط رملي. كمان في ناس بتفضل مثلا تسبح يا بمسبح حلو او مسبح مالح او على الشط طبعا. وفي كافة الخدمات اللي بيتطلبها السائح، يعني من منقذين، من موتورات سباحة، من خدمات ألعاب للأطفال. عندنا مطاعم طبعا مكشوفة على البحر، هي يعني بالصيف تفتح بس، مثل مطعم موج البحر هذا، بس يعني ليكو مثل ما شايف على الشط تماما، يعني أنت وقاعد الشط جنبك. عندنا المساحات الخضراء قدام الشاليهات، هيدي ما في أي فندق هون باللاذقية بتميز بهالشي. هذا المساحة، المساحة الواسعة، الأشجار، الطبيعة، يعني هون كتير متوفر بهي فندق لميرا. طبعا في ناس بتحب تغير، انه اجوا على اللاذقية مثلا بيحبوا مجرد فضول يعني، بس كخدمات سياحية يعني نحن هلأ بالنسبة للسنين السابقة كتير في تطور فيها. يعني بقلنا للناس اللي عم بيروحوا يجوا يعني يشوفوا في تطور عنا، ما انه نحن ضلينا واقفين محلنا. عم تتطور الخدمات، كل شيء عم يتطور عنا، يعني تقريبا ما بنختلف عن باقي المحلات. بس ممكن الناس اللي عم تروح مجرد فضول انهم يشوفوا شو في برا، يعني اللي عم يطلعوا لبرا بننصحهم يجوا يجربوا اللاذقية هون ويشوفوها، يعني احسن بكثير من باقي المحلات اللي عم بيروحوا عليها طبعا، وارخص لهم واوفر وامان اكثر باللاذقية. يوجد في اللاذقية مطار دولي يربط المحافظة بمطارات سوريا الداخلية وعدد من بلدان العالم، إضافة لوجود محطة للقطارات، منها قطارات سياحية متطورة وبخدمات فندقية. وتتميز مدن ومناطق اللاذقية بمناخ معتدل صيفاً بارد في الشتاء، وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية. صلنفة مصيف سوري جميل يقع بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، يطل على ثلاث قمم جبلية هي
قمة النبي يونس، قمة النبي متى، وقمة جبل الشوح. تحتوي المنطقة غابات الشوح والأرز والصنوبر بشكل كثيف، ويرتاده السياح من كافة أنحاء العالم للتمتع بجمال الطبيعة الخلابة والجو الرائع. أما بالنسبة للمناخ، فالمناخ في سلنفة معتدل صيفا وبارد شتاء وليلا. تتساقط الثلوج في أشهر الشتاء لتغطي المساكن والقمم الجبلية بمناظر تسحر الألباب، وجو جميل يستحق المشاهدة والتمتع بالطبيعة على مدار العام. ما يميز سلنفة الموقع والطبيعة الخلابة، حيث إن المنطقة تفيض بالجمال الساحر. تتعدد الاحتفالات السنوية في سلنفة، ومنها مهرجان سلنفة السياحي والعديد من الفعاليات الثقافية. أما وادي قنديل، أرض النهر والبحر، قيل عنها بأنها سحر طبيعي لا مثيل له، وأنها بقعة منخفضة من الأرض تعانق في خط سيرها بعض الأنهر الجارية من جراء فيضان سد بلوران القريب منها، وعلى الجهة الشمالية منها هناك البحر بوسعه الكبير. الكورنيش الجنوبي هو أحد أرقى أحياء مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا. يمتد الكورنيش فيها على امتداد المحاذي لشاطئ البحر من الشمال إلى الجنوب، وتنتشر في الكورنيش الجنوبي الذي يمتد في جنوب مدينة اللاذقية العديد من الكازينوهات والمقاهي والمطاعم والمرافق السياحية. الكورنيش الجنوبي وهو اليوم مقصد أهل المدينة الباحثين عن متنفس بحري والنزهة والتمشي وأكل عرانيس الدرة المشوية، خاصة في الفترة المسائية. هون هلأ نحن على الكورنيش الجنوبي اللي هو على المسار السياحي البحري. هذا المسار بيبتدأ من الشاطئ الأزرق وبينتهي بالكورنيش الجنوبي مروراً بالكورنيش الغربي. الكورنيش الجنوبي هو منطقة كانت من زمان مشتهرة بالسياحة البحرية، لكل عمر العالم تجي لهون، صيف شتي معجوقة بتكون المنطقة. بس هلأ صارت تتطور المنطقة لحد ما وصلنا لهلأ، صارت كلياتها محلات ومنشآت سياحية وعليها إقبال سياحي ضخم. المنطقة بتتميز هون طابع الشعبي كسباحة، هون سباحة شعبية على طول. بالنسبة للمطاعم فهي بتنقسم لقسم شعبي وقسم لنجوم. القسم الشعبي مثل السمك مك وغيره، وقسم النجوم بيتميز من نجمتين للخمس نجوم، معنا الفيو، معنا البيوتي، معنا الجغنون وغيره كتير من المطاعم والمنشآت السياحية اللي عليها إقبال ضخم من العالم. بالنسبة للكورنيش الجنوبي، الكورنيش الجنوبي سابقاً كان يفتقد المنشآت السياحية، ما كانش في منشآت سياحية كان على الكورنيش الجنوبي، ما كانش في أي خدمات سياحية. فالنهاردة نحن بنتميز بمنشآت سياحية على الكورنيش الجنوبي، والنهاردة الكورنيش الجنوبي هو أهم منطقة بلدية، بيتميز بعدة مطاعم. يعني النهاردة أي شخص بلدية ممكن يمر على الكورنيش الجنوبي بيلاقي خدمات كتيرة سياحية. الكورنيش مين اجى على اللاذقية من الشام والمحافظات الباقية بسوريا بيقصد منطقة الكورنيش بسبب تنوع مطاعم فيها. احلى شيء كمان احنا عندنا على الكورنيش ان الزبون قاعد هون على التراس، بتلاقي صياديه السمك قاعد مقابله عم يصطاد بالصناره، فبتلاقي منظر حلو كثير كانه الزبون عم يحاكي البحر، عم يحاكي السمك عم يطلع من البحر، فمنظر كثير حلو. الزبائن بيلفت انتباههم، بيحاول يلقطوا هذا المنظر بالكاميرا تبعهم.
ويزور الكورنيش يوميا العديد من الناس للاستمتاع بالفسحة البحرية الصخرية الموجودة فيه، فهناك كل الشاطئ الصخري إضافة إلى وجود هواة الصيد ومراكب الصيادين أيضا. طرحت قبل فترة وجيزة فكرة تحويل المكان ككل الكورنيش الجنوبي إلى متنزهات شعبية، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر منها وطرح جزء منها للاستثمار، وانتشرت على طول الكورنيش كولبات بيع الذرة المشوية والميلاني. تختلف حركة الزوار بين المساء والصباح، المساء تشتد أكثر نظراً لأن الناس تجد في المكان فسحة حقيقية للنزهة والتمتع بمنظر غروب الشمس، إضافة للتمتع بالمشروبات والمأكولات على البحر. يعد ميناء الصيد المحدث هنا مكاناً مناسباً لممارسة هواية الصيد، ويقع شمال صخرة الكورنيش ويبلغ اتساعه عشرات الأمتار، وهو مناسب للصيادين الذين وجدوا في الجون الصغير مكاناً ملائماً لوضع مراكبهم، حيث يشكل هذا المرفأ الصغير حماية من الرياح العاتية التي تضرب المرفأ، وتبلغ الأعماق هنا بين نصف متر وتنفتح فجأة على عدة أمتار. إلى الشمال من الكورنيش توجد غابة صنوبر تمت زراعتها حديثاً، تشكل فسحة خضراء للراغبين في مشاهدة المنطقة الشمالية من الكورنيش والابتعاد عن المقاهي، وهي تطل على شاطئ صخري أبيض متعرج بأشكال فعل الموج بها فعلته، فباتت وكأنها تموجات صخرية لن تجد لها مثيلا على الشاطئ. كذلك يطل الكورنيش هنا على الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، حيث ينبسط الشاطئ رمليا على طول منطقة الرمل الجنوبي. مشقيتا ببحيراتها السبع وخضرة جبالها تعتبر بحق جنة على الأرض. مشقيتا تقع شمال شرق اللاذقية وتبعد عنها مسافة 23 كيلومتراً. تتمتع بطبيعة خلابة تمتزج فيها زرقة المياه مع خضرة الجبال، وتتنوع فيها التضاريس والمناخ، ما يؤهلها لتكون قبلة للسائحين من كل بقاع الأرض. كما تتميز ببحيراتها رائعة الجمال وسد السادس من تشرين الذي يشكل لوحة فنية مميزة التي تطل عليها وتشرف عليها غابات مكسوة بأشجار الصنوبر والبلوط والسنديان كغابة الشيخ أيوب وغابة النبي نوح التي تتربع كهضبة وسط البحيرة ويقصدها الزوار بواسطة القوارب. تحتوي البلدة على عدة منشآت سياحية، ولا تقتصر السياحة فيها على موسم الصيف، بل يأمها أعداد لا بأس بها في فصل الشتاء أيضاً.
لا يوجد زائر للمدينة إلا ويسأل عن الشاطئ الأزرق أو الطريق إليه، فقد تحولت تلك المروج الساحلية المنسية إلى ملتقيات تعج بالناس والسياح والنشاطات عدا قيمته التاريخية، ففيه وجد قالب صب النحاس الأقدم في العالم والذي توزعت سبائك منه في معظم مدن العالم القديم. سميت المنطقة على اسم الشاطئ الأزرق لأن مياهه تبدو زرقاء على أرضية قاع البحر الصخرية، وهو يشبه بذلك كثيرا من الأمكنة حول العالم التي تحمل نفس الاسم. لقد زادت شهرة المنطقة ازديادا مضطردا بعد إقامة منتجع سياحي حمل نفس اسم المنطقة، وبدأت رحلتها في التطور الاقتصادي الفعلي منذ أواخر السبعينيات بعد إقامة المنتجع المذكور. فقبل إنشاء المنتجع كانت المنطقة ممراً إلى رأس ابن هاني وأوغاريت، والنشاط الأكثر وجوداً كان صيد السمك في المنطقة المحيطة والسباحة. أما رأس ابن هاني فمعروف أنه مركز قديم للحياة في المنطقة منذ عشرات السنين، وبعد افتتاح المنتجع ومن بعده الميريديان الذي يدعى الآن فندق لميرا، تغيرت الصورة باتجاه استقطاب الحياة والأعمال حول الساحة الرئيسة التي تحولت إلى محور أساسي في المنطقة، ونشأت بفضل ذلك محال وأعمال وتجارة متنوعة أغلبها تولاه أهل المنطقة الذين كانوا يعملون سابقاً بالزراعة والصيد. يعد شاطئ المنطقة متنوعاً ما بين رملي وصخري. الرملي هو المنتشر في محيط جنوب، أما منطقة الأبحاث القريبة فهي صخرية تعيش في بحرها سلاحف بحرية صغيرة، إضافة إلى المرجان البحري. ولوصف شواطئ اللاذقية بشكل عام وبما قل ودل، يمكننا القول أن الفخامة تجاور البساطة، وفي كلاهما توجد مقومات الجذب السياحي من مياه عذبة وشطآن نظيفة. لم يدر ذلك الفلاح الذي كان يحرث أرضه منذ ما يربع على 90 عاماً مدى خصوبة هذه الأرض، لم يدري أن ضربة تلك المحراث ستصحح كتب التاريخ وتكشف عن المملكة التي نامت تحت التراب، بينما كان المنقبون والباحثون يبحثون عن مهد حضارات العالم. ففي ذلك التل الذي يقع في منطقة رأس شمرة حالياً كشف النقاب عن أوغاريت المدينة السورية القديمة والمرفأ الكنعاني الكبير الذي انطلقت منه رحلات نشرت الحضارة في حوض البحر الأبيض المتوسط، هذا أن لم تكن قد تجاوزته لتصل إلى عالم تعرف إليه سكان قارات العالم القديم منذ ما لا يربو كثيرا على 5 قرون. أوغاريت، هذا المرفأ الكنعاني الكبير لم يكن معروفاً حتى ذاك الوقت إلا من خلال المحفوظات القديمة الموجودة في تل العمارنة عاصمة أخناتون وبعض الرسائل بين ملوك أوغاريت والفراعنة، ولكن أهمية هذا الموقع ازدادت يوماً بعد يوم، حيث كشفت عمال التنقيب عن كنوز كانت محاورة مفصلية في تاريخ البشر، ففيها وجدت الأبجدية الأولى والنوطة الموسيقية الأولى. تنفرد الوثائق المكتشفة في رأس شمرة بتنوعها، وهي تتناول ميادين مختلفة وأغلبها نصوص مدونة
على ألواح طينية تتضمن أساطير وطقوسا دينية ومجموعة نصائح وحكم ومراسلات رسمية وخاصة ونصوصا إدارية تشتمل أسماء الموظفين والتجار وقوائم بأسماء المدن والقرى التابعة للمملكة ونصوصا أدبية ووثائق قانونية محلية ومعاهدات دولية وتمارين مدرسية على الكتابة وقواميس تسرد مفردات أوغاريتية وما يقابلها من اللغات السومرية والأكادية والحورية وطبعات أختام وهناك نصوص ذات طابع علمي أو موسوعي منها رقيم كبير فيه أسماء الأسماك والطيور المعروفة آنذاك. وأخيراً تتوزع الآثار المكتشفة على متاحف دمشق، حلب واللاذقية وكذلك متحف اللوفر في فرنسا، إضافة لأهمية أوغاريت التاريخية والحضارية، لها أهمية رمزية لسوريا وشعبها الذي امتهن نشر نور الحضارة والسلام عبر تعاقب السنين، والذي رغم تعرضه للكوارث والزلازل التي منها غزو شعوب البحر الذين دمروا أوغاريت في عام 1186 قبل الميلاد، قد اعتاد النهوض من رماده كطائر الفينيق.